اليوم افتتحنا مختبرات العمل عن بعد في حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر. هذه الحاضنة وهذه المختبرات تقوم بتدريب الخريجين على العمل عن بعد، العمل الحر، خاصة في ظروف الحصار التي يعاني منها أبناء قطاع غزة وقلة فرص العمل. حقيقة فكرة العمل عن بعد هي فكرة قديمة جديدة، لكن تم اللجوء إليها منذ سنوات الحصار قبل عدة سنوات، ولا شك أن جائحة كورونا أيضا ازدادت إلحاحا في الحاجة لهذه المركز على العمل عن بعد. مشروع ريتش مشروع هو ممول من المفوضية الأوروبية تحت اللي هو برنامج الإيراسموس بلس بالشراكة مع 5 جامعات فلسطينية بالإضافة لأربع جامعات أوروبية. مختبر الحاسوب 25 جهاز تم تجهيزه بلابتوب براند نيم نوع HP، المعالج تبعه كور i9 الجيل العاشر.